قلت كيف بدي نام بعد ما المغني صاحب الأغنية العميقة والصوت العبقري والإبداع الفني بده يعطي رأيه فيا؟ قلت ولا ما قلتش؟ قلت طبعاً قلت أكيد. على مين؟ قلت عن فارس كرم. خلينا نشوف الصورة؟ yeah. الصورة فعلاً فارس كرم. يمكن هذه من المرات القليلة جداً بحياتي اللي أنا ما برد، لا برد على الهجوم ولا برد على الانتقاد ولا برد على الشتم، ولكن هاي من المرات القليلة اللي رديت ويا ريتني ما رديت بصراحة. استفزك؟ لا مش استفزني، صعب استفزازي أنا بهاي المواضيع، ولكن أنا أحترم الرجل اللي بيحكي الكلمة الحلوة عن زملاء مين ما كان يكون. أحترم الرجل اللي حتى لو شاف الغلط بيحكي عنه بالرقي، ما بيحكي عنه بأنه هو عم يحكي وعم يعطي رأيه. هون أنا دايماً بمكان الدفاع عن النفس، أتحدى ثم أتحدى. إذا أنت إعدادك قوي وأنا أكيد إعدادك قوي وأنا جيت على برنامجك لأنه بحترمك وبحبك، ولكن بكل إعدادك أتحدى مرة أكون هاجمت، ولا مرة بحياتي هجمت. ما فيش. كنت دائماً بموقع الدفاع عن النفس، وهذا شيء أفتخر فيه، وياريتني ما بجاوب، ولكن غلطنا شو بدنا نعمل. بس أنت بدرت بالصلح وعزيته في والده. لا نحن أولاد جبل، الصلح شيء والواجب شيء تاني. يعني كان واجب؟ أنا بعمل واجباتي كإنسان لأنه لا أنسى أحد بموقف حزن. ما بحب أبداً أن أترك حد بموقف حزن، وفارس لو بيطلب عيوني بعطيه لفارس. أنا ما عندي مشكل مع فارس، عندي مشكل مع شو بيحكوا، عندي مشكل مع شو بيقولوا. ما في أسهل منا هلأ عايشة أنا وياك، استغل وجودي معك وبلش بالناس دب 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 دب. شو كنا بستفيد يعني؟ حلو أنك تعطي كل واحد قيمته. فارس شخص تعب بحياته ووصل، وأنا تعبت بحياتي ووصلت. حلو أنك تبادري هالمواقف بالكلمة الحلوة. بادر معاه بالصلح، اعرض عليه الصلح. انا اجزم انه انا اذا بلتقي انا وفارس الموضوع دغري بصير ورانا، ما عندي منهم هالحركات. انا شخص بحب الناس، ما عندي مشكله. انت اول مره بتتكلم على الموضوع ده؟ ما بتذكر، بس بعتقد قليل ما يعني قليل ما جاوبت حدا بصراحه، يعني مع كل احترامي للناس، بس قليل ما جاوبت حدا على شو حكيت. كيت وخلصت يعني. يعني ممكن نقول انه من خلال برنامجنا خلاص ما فيش اي مشاكل ما بين فارس كرم ورامي عياش. انا كرجل ما عندي مشكل مع حدا ولن يكون عندي مشكل مع حدا.